يابا، حلو قوي الراديو ده يابا. ده جميل قوي يا ولد. تعال ناخد صورة سيلفي تاني بالستيك يابا. يا ولد يا ولد، انت بتاع التكنولوجيا. فاكر ايه؟ يلا يا ولد يلا ناخد صورة حلوة. ركز يا ولد. استنى. يلا يا ولد ناخد صورة كده للذكرى حلوة يا ولد. يلا يا ولد امسك معايا يا ولد. يلا خلاص. ايه انا اقعد ساعه في امها؟ مش عايز ارميها. انا اقعد ساعه واقفين خلاص. ما نعمل ايه؟ طب نلعب سكواش ولا اي حاجه؟ هتعورني يا ولد. يا ولد خلاص يابا. ركز يا ولد. انا اصلا زعلان منك. ليه يا ولد؟ عشان انت جبت لي عربيه، جبت لي كاوتشات سبور، جبت لي ازاز فامي، جبت لي كل حاجه، وما جبتليش راديو جوه العربيه. طب ما انا جايبك جوه الراديو اهو عشان ناخده ونحطه في العربيه. بس ده كبير قوي يابا. وانت قليل يا ولد. ده انت مقامك كبير قوي يا ولد. يا ولد انت مزيك يا ولا في البلد يا ولا. يا ولا انت يا ولا. ده انت ابني الغالي حبيبي يابا. يا عيني عليك. طب اقول لك ايه؟ احنا هنشتريه ولا هنسرقه ولا هنعمل ايه؟ اشتري ايه يا غبي؟ جايين مستخبين عشان نشتريه؟ افهم. هنسرقه. طب هنسرقه ليه؟ عشان احنا مطريد. مين بيطاردنا؟ ذئاب الجبل. المقاولين. مقاولين ايه يا غبي؟ والله ذئاب الجبل المقاولين. مش المقاولين والله معروفه من زمان. ذئاب الجبل المقاولين. طيب المقاولين. المقاولين حسن شحاته عايزنا نلعب معاه في المقاولين. انا وانت ايه رايك؟ حلو نلعب. بس نلعب ايه؟ انا العب سردي باك. طب واني وركي باك. خلاص خلاص نلعب معاه. انبسطت جديد. ايوه مبسوط. افهم يا ولا، ذئاب الجبل دول ناس بلطجيه مش المقاولين والجبل الاخضر. تحرقش دمي. تحرقش دمي. طب اهدى فيه ايه مالك؟ خلاص خلصنا. خلاص خلياص. طيب حطيت خطه ولا نعمل ايه؟ حطيت خطه ما تخرش الميه. بجد؟ او عهد الله. قول. إيه ركز معايا. اطلع خطوه لقدام. ركز معايا في الخطه يا ولا. ماشي. خطه عالميه. تمام. الخطه يا ولا. ايه هنلعب 4 4 2 ولا 5 3 2 ولا 2 3 2؟ ايه انت قاعد مع مورينيو؟ ما فيش في خطة بجد. هنسرق مش هنلعب كورة. بالراحة يا ولا. ركز ما تبكاش كده يا ولا. ما تحرقش أعصابي يا ولا. بالراحة أنا عيل صغير لسه مش فاهم حاجة في الدنيا. ما أنا بفهمك. طيب شوف بقى وركز. الخطة بتقول إيه؟ إيه؟ ده الباب الأمامي. تمام. وده الباب الخلفي. تمام. أنا هقف عند الباب الأمامي. ماشي. وأنت هتقف عند الباب الخلفي لدرجي عشان خاطر. أهو أنت اللي لدرجي. طب اكيد يا عبيط. اهو انت اللي لازورجي وستين لاتورجي. انت ايه يا شتيمي؟ ايوه شتيمي يا ابني. يخرب بيت. انت عمرك ما شفت احمد جاكي؟ احمد جاكي الفيلم بتاع احمد جاكي قال ايه لما قال اي لادورجي هرد عليه هدي هو علقه من رجليه وهبص هبص. ايوه وهبقلبص. ايوه ايوه فهمت يا ابو هو ده يا والي. فهمت. يبقى ايه؟ انت هتقف لدرجي هناك وهبص هبص. ايوه وهبقلبص يا ولا. ايوه فهمت يا ابو. تمام. يبقى انت هتقف لدرجي وهبص هبص. ايوه وهبقلبص يا ولا. ايوه فهمت. يبقى هنتنيل. هقف انا عند الباب دي. ماشي. انت هتتنيل تقف لدرجي وهبص هبص. خلاص خلاص خلاص. في ايه ابا؟ خلاص عرفنا ان انت هتبوش البوش. خلاص خلاص نقعد ساعه نحط الخطه. خلاص فين؟ هنفضل عن بوش لحد ما يخش يقبض علينا. خلاص فين؟ خلاص قوم. عيل صغير وما فاهم الدنيا لسه. اقعد بقى قول لعيل زفت وعيل متنيل. خلاص انا اقف عند الباب الهباب دي. ماشي. وانت عند التاني. تمام. تركز. بقول لك ايه؟ ايه البوليس لو دخل ما تقولش انني حرامي. امال اقول انت ايه؟ قول انني البريء. طب واني النمر والانثى. فاهم ولا؟ خلاص فهمت. تمام تمام. يلا لم الخطه. امسك. اوعى لا حد يكون شايفنا. ما تقلقش. تمام جوك ده. تمام. عرفت الخطه؟ تمام. ايه انا اقف عند الباب الامامي وانت هتعمل ايه؟ ايه لا درجي وابص ابص. خلاص خلاص. And through my
برضه لسه ست الزفت دي ما جاتش. المذيعة كلها تتأخر، أفضل ساعة بنزل أغاني، دي حاجة مقرفة، دي ست تلمة، ده حاجة قرف. سمعتك إيه؟ سمعتك وجايالك. يا نهار أسود، تعالى لي. سمعتي إيه؟ تعالى يا تعال أنت خور يا خور يا سبعة خور. تعالى. أنا آسف اتأخرت عليك؟ لا اتأخر، ما تتأخر، إيه المشكلة يعني؟ لا يا ده أحسن يكون مش عاجبك إن اتأخرت. لا عاجبني والله حقيقي مش عاجبك. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت جاي الراديو كده؟ يا ابني ما بعرفش أسوق غير وأنا حرة، الدبل ما بيطوعنيش وأنا بحاول، أحب أبقى براحتي. الدبل ما بيطوعك؟ وإيه البنطلون اللي أنت سايقة تروسيكل وأنت جاية؟ يا ابني يا ابني إحنا في راديو يا ابني، أنت يهمك إيه غير الجزء الفوقاني والناس مش شايفة حاجة. أيوه صح عندك حق. أيوه كده. أيوه كده. نعم. عامل لنا إيه النهاردة؟ وأنا طابخ النهاردة. إيه اللي عامل لكم إيه النهاردة؟ طب خليك في الشغل عشان ما تغيبش عليك. ماشي. عامل لنا ايه النهارده في الشغل؟ النهارده البرنامج بتاعك في الشغل فيه فقرتين، اول فقره استقبال اتصالات، تمام، تاني فقره استقبال الضيف. اصلي مين؟ بص بقى، نعم، منطقه الضيف دي تركز معايا فيها. حاضر. عشان انت امبارح رايح جايب لي واحد اخرس تقول لي حلقه انسانيه، انا متعاطفه معاه بس مش في الراديو، هتكلم له ولا هتكلم لي؟ لا لا لا، انا النهارده جايب لك احمد حلمي. حلو احمد حلمي. ايوه كده، اعمل باللقمه. ايوه حلل القرش. بس اعتذر، مين احمد حلمي اصلا؟ ما حدش عارفه. رايح تجيب لي ناس مش معروفه ليه؟ واعتذروا عن البرنامج بتاعي ليه؟ ما انا كلمت لك بقى احمد السقا. ايوه كده، حلل اللقمه. بس اعتذر. طب ما تجيبليش اي حد اسمه احمد تاني. ماشي اصلي. بس انا كلمت احمد الكواوي. احمد الكواوي طبعا معروف. مين احمد الكواوي؟ انت بتقول اي كلام. شوف انت مش عارفاه واعتذر كمان. والله ما حدش طايق البرنامج تقريبا، في ضيف واحد بس اللي ما اعتذرش. مين بقى اللي صعبنا عليه؟ حازم الصواف. حازم الصواف رايح تجيب لي في ايه؟ حازم الصواف مالك بس؟ البتاع اتقطع. انت مش عارف هاتي دبوس إيه؟ واعمليه من تحت كده. مش عارف انا ايه اللي بيني وما بين حازم الصواف. ما انا ايش عرفني اللي ما بيني؟ رايح تجيب لي حازم الصواف في البرنامج؟ انا هعمل ايه؟ ده طيب ده انت هيتشرح الداير. يا الداير ايه؟ الداير. الداير ازاي بس؟ خلصني. مش متداير انا، هتغيب عليك. اخلص الداير. يا اهو رايح تجيب حازم الصواف ليه؟ مش عارف اللي بيني وما بينه؟ لا مش عارف اللي بينك وما بينه. طب انا مش عامله الحلقه. لا ما هو ما ينفعش، لازم تعمليها لان احنا عملنا تنويهات. يا ابشي تعمل له مزيكه حساب الله. انت ناسي ان الراجل ده كان شريك في القناه. انت هتعرفني عليه؟ انا ما حدش عارفه قدي، ده انا كنت متجوزة عرفي. ايه؟ انت كنت متجوزة عرفي؟ انا قلت كده؟ ايوه قلت لسه قايله اهو. يا ابني بطلوا افك بقى، بطلوا افك واشاعات. اوروبا سبقتنا بسبب الاشاعات بتاعتكم دي، اتاخرنا. تعال اما افهمك. فاهمين يا ابني؟ ما كانش جواز جواز. ايه ما كانش جواز؟ يعني ايه ما كانش جواز جواز؟ اتقل بقى تاخد حاجه حلوه. طيب انا كنت خايفه اقعد لوحدي، شفت الحلقه بتاعت ريهام سعيد وكنت مرعوبه. ضيعت ناس كتير. كلمته قلت له يا زوما تعالى لي انا محتاجاك. الراجل تفضل مشكورا وجبت معايا. ما كانش في محرم، كتبنا ورقتين عرفي، يبقى نعتب عليه؟ تتحاسب عليا جوازه؟ ايوه دي جوازه والله. جوازه ايه يا ابني؟ اقسم بالله هي جوازه. انتم ما تصرفتوش صح، دي بقى مش قصتنا احنا، لكن هي جوازه والله. يا ابني اقسم لك البطاقه بس في جيب البنطلون التاني، لو كانت معايا كنت وريتها لك. انا انسه سعيد افهمني. خلاص مصدقك. المهم انا ما تقلقيش من اي حاجه وانا هتصرف في الموضوع ده. يا باشمهندس سعيد، يا باشمهندس سعيد. يا باشمهندس سعيد في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ استنى بس، بتعمل ايه؟ ايه انا كويس؟ لابس بدله على الشورت وانا عامل زينات صدقي ونقعد نجري ورا بعض. بس سيبيه بس. طب شوفوا بقى، شوفوا علشان شغال معايا. هو شغال معاك انت يا جيهان؟ هو شغال معايا انا. خلص. ايه يا محمود ده؟ يا محمود ايه يا باشمهندس سعيد؟ ايه يا محمود في ايه؟ ايه اللي حصل في النادي؟ ايه اللي حصل يا حد يجي الشغل كده لابس شورت؟ انت اخر واحد بقى تسال السؤال ده، انت راجل مهندس صوت قد الدنيا، ما تسالش انت السؤال ده. ايه العلاقه يعني؟ انا شغال ايه؟ فني صوت. والصوت عباره عن ايه؟ موجات. افرض موجه جت عاليه بلي ببنطلون ده كلام؟ لا صح، لازم البس شورت. ايوه صح عندك حق، عشان ما تبلش في ايه. مفيش حاجه. بقول لك ايه، مش شغلني معاكم هنا. طب ما انت شغال هنا. لا انا عايز اشتغل مذيع.
انا مش عايز اشتغل فن صوت، نفسي اشتغل مذيع. اشتغل مذيع ليه يعني؟ عندي افكار برامج هايله. طب قول لي كده فكره. انت اعمل الضيف وانا اعمل المذيع. اوكي ماشي. اهلا بيكم معانا في برنامج كلمتين وبس. ازيك؟ الله يسلمك. كنتم مع برنامج كلمتين وبس. ايه رايك؟ صغير وحلو. افكارك هايله وسريعه. بقى عندي فكره برنامج احسن منه مليون مره. لا قول. احنا نعمل اجمد 7 الساعه 7. طب ما في برنامج اسمه كده. خلاص نيجي من 6 ونعمل اجمد 6 في اي حته. ايوه صح. ونخرب الدنيا. محمود ايه انت قاعد تهزر والميكسر بايظ بيمنج؟ والله بايظ. والله العظيم بايظ. هروح اصلحه. هروح اصلحه دلوقتي. يلا بسرعه. عينيا يا باشمهندس. حاجه ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. ما هي ثابت. اذاعه سايبه. اذاعه سايبه. شوف لي الحوار بتاع. صباح الفل يا حوده. صباح الفل يا حبيب قلبي. صباح العسل حبيبي. السلام عليكم. صباح الفل يا سعيد. صباح الخير يا يوسف. صباح العسل. صباح الفل يا جيجي. يوسف. وهنا قابل علاء الدين العنقاء وبدأوا يتسامروا. يوسف. يوسف. بقولك ايه؟ وانت بتعملي شعرك كده، طالما بتحبي تعملي كده بقى حطي دبر أملة عشان في حاجات بتطير علينا. دم خفيف يا زكية. فظيعة. يوسف. حياة قلبي يوسف. وحشتني. أنتي أكتر. وأنا معاكي بحس إني نفسي في الكرومب. تعرف بقى يوسف وأنا معاك بحس بإيه؟ إيه؟ إني نفسي في الأرنبي. قصة حبنا دي بتفكرني بأعظم قصة حب في التاريخ، تيمون وبومبا. فظيعة. نفسي بقى يتقفل علينا باب واحد. ايوة عشان ريحة. عشان في علاقة قذرة. انا رايح انا الكابينة. ثانية واحدة يا يوسف. تفضل. تعالى يا. انت بتبرطم ليه؟ مش شايفني بتكلم الراجل ومعايا حدوتة؟ انت حقيقية؟ ايوة حقيقية. امال دوبلاش. يعني وانت جاية انت شربة معسل؟ لا. امال في ايه؟ امباك قافش في صدري شويه. طب روحي نام. امباك ايه اللي قافش في انا يعني ايه؟ بحب ابراهيم نصر. في ايه؟ انت تعالي هنا، ارجعي هنا تاني. يوسف يا دي الكذب. واضح ان العيب في المكان، ما تجيش هنا تاني. اقف اتكلمي من هنا. تمام يا يوسف. فصلنا بقى. شفت؟ معلش 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 يا قلبي. قلت له بالغباء بتاعه ده يوروب هتسبقنا. قلت له 100 مره. خلاص معلش يا روحي. استنى بقى اما نرجع للحاله اللي احنا كنا فيها. يلا نرجع يا قلبي. يوسف. تعرف يا يوسف اني شفتك في الحلم امبارح بجد. والله. حلمت بايه؟ احكي لي. حلمت بالكليب بتاع راغب علامه. الله. كنت عامل راغب علامه اكيد صح؟ عارف الكليب اللي هو يا 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 يا. عارفه عارفه. جميل. كنت عامل راغب علامه؟ لا لا ما كنتش راغب علامه، كنت الدبدوب اللي طالع وراه السلم. عارف الدبدوب ده اللي ايوه انت حلويات. انت العسلات حياتي. بقولك انت عندك هوا حقيقي. يلا احنا 5 ثواني. طب يلا بقى. انا اتخانقت مع مراتي النهارده، هحكي لك في البريك. ماشي. طب قول لي بليز دلوقتي. في البريك. بليز. في البريك يا وليه. 4 3 2. ابقى عيايا. ايه؟ ابقى عيايا. اتقل عليكي. انا جاهز. ابدا. 3 2 1. هوا. اهلا بيكم اعزائي المستمعين في البرنامج اللي كلكم بتحبوه. بعد فتره الاغاني الجميله اللي سمعناها سوا، احب اعرفكم ان انتم هتبقوا معايا لمده ساعه كامله في برنامج كل عام وانتم تمام مع جيهان مدكور. الكاكا احلى ولا المانجا؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. مستنيين اتصالاتكم على اذاعه هوت توميتو 00.8. وعندك احلى قهوه زياده للاستاذه. انت يا زيف. ايه بتتكلم ليه؟ مع برز القهوه الاستاذ. ما تنزلش. انا قلت لك ايه؟ ما تتكلمش. قلت لي ما تتكلمش. واللمبه حمراء. انت مجنون يا ابني. انت جديد هنا؟ ايوه جديد. انت داخل بتزعق وفي هوا. ما انا ما اعرفش ان في هوا هنا. انت بتتكلم. انت كمان في هوا. في هوا وانت بتزعق. داخل تزعق وفي هوا. ما اعرفش. صوتك يطلع في المايك. بس اسكت. اسكت ليه؟ في هوا هنا.
معانا. ما انت اسكت يا حبيبي. داخل ينهر. ما انت صوتك طق. هنتكلم. اسكت يا بابا. اسكت يا حبيبي. ده ايه ده؟ يا اساتذه اسكتوا، في هوا يا اساتذه. انتوا ناس محترمه. ما ده اللي انا بقول لك عليه، في هوا. انت مش قادر تسكت. خلاص اقعد اتنيل، اشرب القهوه سخنه وهتعدي الليل. جايب كوبايه فاضيه. ما يا استاذ ايه بيعمل؟ مش راديو ده يا عم اتنيل. انتوا مجانين في الراديو ده. يلا يا اولاد انت كمان ارجعي. ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ ايه ده يا يوسف؟ مش اسلوب يا جدع، مش اسلوب. يلا احنا مش رجعنا. مش هتزعق علينا واحنا قاعدين. نكمل بقى يا يوسف. ارجع يلا. اعزائي اصدقاء البرنامج، مستنيين اتصالاتكم. يلا كلمونا. اوكي خلاص يا اخويا. تمام خلصت كلام هام. انا هستناك في الكافيتيريا بقى. ها شوف الحمار اللي دخل زعق ونعر واحنا في الهوا ده. هقفش هديله علقه دلوقتي. ايزي يا يوسف. جاي لك انا. اضربهولي. هديلك بالجزمه يا ساده. نعم. شوف لي الحدوته اللي قلت لك عليها بتاعت حازم الصواب عشان ما تزعلش مني. تروح فين؟ اروح دوره المايه واجي. نعم يا ابني اروح دوره المايه واجي بقى. دورة. ما تتعبناش بقى. دوره اتفضلي. روحي الدوره. اوروبا سبقتنا. ده حاجه تجنن. عايز ايه يا باشمهندس سعيد؟ تعالى لي هنا اقول لك على معلومه مهمه. بقول لك ايه، الميكسر ده مش عارف اصلحه. ده إيه؟ شغل عالي عليا وانا حمار مش فاهم حاجه. انت الفن، انت اللي بتصلحه. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب نعمل ايه؟ اروح الشركه ابعت لك 2 مهندسين. طيب. يجوا يصلحوا لك الميكسر ده. خلاص ماشي. طيب ماشي. مش عايز فلوس؟ ايه ده؟ عايز فلوس عشان في الشركه قالوا لي في فلوس متاخره. طيب ماشي، ما انا هنزل لك الحسابات هجيب لك الشيء. خلاص ماشي، هات انزل الحسابات بقى وهات الشيء. خلاص يلا. ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. افك الراديو ده منين؟ انا مش فاهم حاجه. يا واد وطي حسه في ايه؟ افك الراديو ده منين؟ عرفت المنطقه كلها ان احنا جايين نسرق. يا ايه الغباوه دي؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه منك. مش ممكن يعني. وطي حسك يا ولا لا يعرفوا ان احنا هنا. طيب بقول لك ايه. ايه سمعت الواد قال ايه؟ قال ايه؟ قال في 2 مهندسين جايين هنا. اعمل لهم شاي. تعمل لهم شاي ليه؟ اعمل ايه؟ نبت امك هنا.